دوامة العنف في سوريا تراوح مكانها، فلليوم الثامن على التوالي تواصل القوات النظامية السورية قصفها لمدينة الحفة المحاصرة في محافظة اللاذقية، والتي منع مراقبون دوليون من بلوغها بعد ظهر الثلاثاء بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما استمر القصف على أحياء عدة في مدينة حمص ومدن أخرى كتلبيسة والقصير والرستن، حيث قتل مواطنان. وتدور اشتباكات بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين قرب قرية الغنطو في ريف حمص. وفي حلب تعرضت بلدة حريتان لقصف صباح الثلاثاء من قبل القوات النظامية التي تحاول اقتحامها. وفي ريف حلب قتل 5 مواطنين بينهم أطفال ونساء في بلدة عندان إثر قصف عشوائي تعرضت له البلدة من القوات النظامية بحسب المرصد. وقتل 12 عنصرا من القوات النظامية السورية في اشتباكات في ريف دير الزور وعلى أطراف بلدة الرستن وريف حلب الشمالي، وفي استهداف حافلة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق بعملية تفجير. تكبير. كما قتل 3 مواطنين في ريف القصير وثالث في قرية جوسية أسرى مداهمة قامت بها قوات الأمن. في موازاة عملها العسكري في الداخل تنشط الدبلوماسية السورية في الخارج في مواجهة الآراء المعارضة لبقائها، فالخارجية السورية اتهمت الولايات المتحدة بالتدخل السافر بشؤونها الداخلية، مؤكدة أن التصريحات التي تطلقها واشنطن تشجع الإرهابيين على تصعيد عملياتهم في البلاد. وذكرت الخارجية في بيان أن الإدارة الأمريكية تابعت تدخلها السافر في الشؤون الداخلية لسوريا ودعمها المعلن للمجموعات الإرهابية المسلحة، مشيرة إلى أن ذلك جاء انسجاما مع التصعيد الذي يقوم به الإرهابيون في مختلف أنحاء سوريا. وأمام العنف المتنامي أعلن المتحدث باسم كوفي أنان أحمد فوزي أن مجموعة اتصال دولية بشأن سوريا ستجتمع قريبا لبحث كيفية جعل الحكومة السورية والمعارضة تلتزمان خطة السلام التي صاغها الوسيط الدولي. وتزامن ذلك مع إعلان مسؤول عربي كبير أن أنان عليه أن يتخذ قرارا بشأن نجاح خطته لتسوية الأزمة السورية عند انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة الشهر المقبل، مشددا على ضرورة ألا تظل هذه المهمة من دون مهلة محددة. وأضاف المسؤول أن الدول المجاورة لسوريا ترصد أعمال العنف الدامية بقلق متزايد، بينما تسعى للتوصل إلى حل وسط أزمة متفاقمة للاجئين ومخاوف من تمدد العنف إلى أراضيها. وفي المواقف أعربت فرنسا عن قلقها من أن تكون مجازر جديدة تحضر في سوريا، فيما اعتبر وزير الخارجية البريطاني ويليام هاج أن الجهود الدولية لتخفيف حدة الصراع المتصاعد في سوريا تتركز على محاولة التوصل لانتقال سلمي، وأن التدخل العسكري الأجنبي ليس مطروحاً.